أول ما سمعت إنه اللقاح نزل سجلت في تطبيق صحتي، وحتى كتبت في تويتر إن أنا سأكون إن شاء الله إن حصلت لي الفرصة من أوائل من يسعى إلى أخذ اللقاح. ويعني لسوء الحظ وحسنه في نفس الوقت، سوء الحظ إني أنا عندي تنطبق علي شروط من عندي ارتفاع ضغط، وعندي مثلا زي ما أنت شايف سمنة، ماني من الناس الرشيقة يعني، فعشان كذا صرت ربما من الفئة الأولى. وأنا حريص على هذا كنت، لأنه أنا أرى أنه هذا ربما يعطي يعني يشجع بعض المترددين، لأني أنا أعتقد أنه دولتنا الله يحفظها ما عملته من بداية الجائحة من 9 أشهر إلى اليومنا هذا أثبت بالحجة والبرهان أنه هذه دولة تعلم ماذا تفعل، والإنسان بالنسبة لها هو رقم واحد. هذا الكلام يعني ما عاد يحتاج الدليل ولا برهان. والتجربة السعودية في مواجهة كورونا تدرس ويستفاد منها حتى في دول متقدمة. كثير من الدول المتقدمة ما عملت ربع اللي عملته المملكة، والحال فيها أصبح أسوأ بسبب أنها ما طبقت الاحترازات اللي طبقتها المملكة. اللي حصل هذا مشرف بكل المقاييس، ما أنسى وزارة الصحة والمنسوبينها اللي أنا أعتبرهم مجاهدين فعلا وعلى رباط، المسؤولين، الأطباء، الممرضين، الممارسين، هذول على الجبهة كانوا زي الجنود اللي على الجبهة الله ينصرهم ويوفقهم. هذول كانوا يضحوا بأرواحهم علشان صحة المجتمع. هذول مهما قلنا ومهما تكلمنا لن فيهم حقهم. فبالتالي أنا أعتقد أنها جهود متكاملة. ما ننسى الشعب نفسه أيضا والإخوان المقيمين في المملكة اللي التزامهم بالاحترازات إلى حد بعيد خلى الحالات أيضا قليلة. أنت لو تشوف اليوم في 3000 حالة نشطة، نأمل إن شاء الله أنه تتناقص، نأمل أنه إن شاء الله خلال أسابيع أو أشهر نلاقي 0 حالات، ونأمل أنه إن شاء الله بعد ما الجميع يتشجع ويأخذ اللقاح ويكف عن سماع، يعني في ناس مترددة تسمع شائعات تلاقيها في 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 مسجات الواتساب هذه أو الجروبات، شيء لا يعقل ولا يصدق. يعني لا يمكن أنه دولة عملت كل هالشيء وجعلت الإنسان أولا وضحت باقتصادها وعملت كل ما يعمل علشان توصلنا لهاللحظة أن احنا نخرج من هالجائحة تخاطر أنها تجيب لقاح مشكوك فيه أو غير آمن. بقليل من المنطق ينبغي إن شاء الله أن احنا نتوكل على الله، لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. أنا متوكل على الله ومتأكد أنه هاللقاح لا يمكن كان أن يفسح إلا إذا كان ثابت سلامته بما لا يدع مجال للشك. كيف تصف تجربتك اليوم في مركز اللقاحات؟ مركز جديد، يعني أنت من أوائل الناس اللي قدموا إليه، تقريبا أول نقدر نقول الذين تلقوا اللقاح خلال الأيام الأولى. كيف تصف تجربتك هنا؟ والله تجربة مشرفة تندرج في ضمن الفخر الواحد يفخر فيه. تعامل ليس معي أنا جيت كان قبلي 3 من الإخوان أو 2 بيأخذون اللقاح، دخلوا قبلي، إجراءات سلسة، تسجيل بمنتهى البساطة، تجلس تستنى، تأخذ كرت تستنى دورك، يستدعونك. الطبيبة اللي عطتني اللقاح الحقيقة الأخت الفاضلة ما حسيت أبدا باللقاح، استقبال على أحسن مستوى للجميع، إجراءات مثل ما قلت لك في منتهى السلاسة، وجوه طيبة مبتسمة، ناس تضحك لك من أول الباب للجميع. يعني كنت لابس الكمامة، يقول واحد يقول أحد عرفك فيجاملك، يعني لا، الحقيقة تعامل مع الجميع راقي وعلى مستوى عالي. هذا ليس بمعزل أبدا، تفاصيل صغيرة ولكنها تصب في العنوان الكبير. هذا بلد عظيم، مواطنه عظيم، وحتى المقيم فيه يستمد عظمته من عظمة البلد اللي هو فيه. شكرا جزيلا لك.